سيد علي مشيمع، إذا عدنا إلى مسألة أن شهر رمضان الكريم هذا الشهر الفضيل سيكون مناسبة مهمة لشحذ الهمم لهذا الحراك الشعبي السلمي، ولكن كيف تقرأون خطوة النظام البحريني باستباق هذا الشهر الفضيل بمسرحية وصف بعض المراقبين اقتحام سجن الحوض الجاف وإحباط محاولة بعض المتهمين والمحكومين بتهم الإرهاب بين قوسين في هذا الإطار؟ دعيني أكون يعني أتحلى ببعض الصراحة. أكيد أنا أحيي كل شاب يحمل في نفسه وفي داخله وفي عقله روح المقاومة والتمرد على الخليفيين وعلى أنظمتهم وعلى إجراءاتهم القمعية الإرهابية. أحيي الشباب الذين بادروا وعملوا وخططوا وفكروا ونفذوا عملية الهروب من سجن الحوض الجاف، وأشجع وأشد على يدي كل السواعد التي تفكر أن تتمرد على هذه القوانين وتحطم هذه الأغلال وتكسر هذه السجون، سجون الضلال وسجون الظلم وسجون التعذيب. حق البحرانيين في الكرامة، كلما تعشقوا الحرية والكرامة والعزة والأنفة والمقاومة والإباء سيفكرون مليا. بس عفوا سيد علي مشيمع، في اراء عم بتقول انه صعب جدا محاوله الهروب تحديدا من سجن الحوض الجاف، يعني من دخل السجن اخبرنا انه من سابع المستحيلات. يعني ولذلك انا كنت اريد ان اتحدث بصراحه، هناك محاولات ومساعي من قبل المعتقلين لان يتحرروا وان يحطموا هذه القيود. نجحت بعض المحاولات ولم تنجح أخرى، ولكن الإصرار والعزيمة والثبات والإقدام والسعي والتحرك والنشاط سيكسر قيودا وسينجح محاولات أخرى. ومهما تترسن الخليفيون بقبتهم الحديدية الكارتونية سيحطمها الثوار والأحرار، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل المخططات وكل الإجراءات الأمنية لن تكون حائلا ومانعا ودرعا حصينا للخليفيين من أن يخترقه الثوار ومن أن ينجحوا. هناك تخويف وهناك رعب وهناك أسوار تبنى يعني بطريقة متينة وعالية، ولكن هناك عقول تخطط وهناك إرادة وهناك عزيمة. هذه الثورة كيف نتمرد على القوانين الخليفية؟ حينما يمنعون البحرانيين من التظاهر يجب أن يكسر هذا القانون، حينما يعتقل الأحرار يجب أن يفكروا في تكسير القيود، حينما يطارد الشباب يجب أن يكونوا يعني أن يبحثوا لهم عن وسيلة، ولا أن لا يكونوا يعني بيد هؤلاء. كلما فرض الخليفيون القوانين كلما تمرد عليها البحرانيون. نحن في صراع مع هذا النظام، نحن نعاديه، نحن نريد أن نسقطه، نحن نريد أن نسقط هيبته، نريد أن نفشل كل مخططاته وإجراءاته. تحية للشباب الذين فكروا في الهروب، وعلى كل الشباب أن يفكروا في الهروب وأن يكسروا كل الإجراءات الخليفية.